الحمد لله، الحمد لله واسع العطاء والجود، أحمده سبحانه وهو الرب المعبود، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صاحب الحوز المورود والمقام المحمود. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وجميع أصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله رحمكم الله، اعلموا أنه تتفاوت الأيام والليالي والشهور والساعات في الفضل، فيوم أفضل من يوم وليلة أفضل من أخرى وشهر أفضل من شهر وساعة تتبدل ساعات من حيث الفضيلة، من حيث التي امتازت على غيرها، أفضل من يوم وليلة أفضل من أخرى وشهر أفضل من شهر وساعة تتبدل ساعات. فمن الأيام التي امتازت على غيرها بالفضل 10 أيام من شهر ذي الحجة مع أيام التشريق. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي فرقانه الحميد جل جلاله وعم نواله، بسم الله الرحمن الرحيم: الفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وقد ورد في الحديث الشريف عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أوائل شهر ذي الحجة. وهذا الشهر أيضا شهر ذو القعدة من الأشهر الحرم المذكور في القرآن الكريم، وذلك لوجود يوم عرفة في هذا الشهر. والأضحية واجبة، الأضحية القربان واجبة عليكم الذين عندهم من الاستطاعة المالية معشر المسلمين من أصحاب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. في هذا الباب يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، إن شاء الله تعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. الأضحية معشر المسلمين، الأضحية في الإسلام بالغنم والبقر والإبل، والغنم فمن واحدة، وأما الجمل والبقر فعن سبعة كذلك قد ورد في الحديث الشريف: فواجب أن لا يكون الغنم سنه لا أقل من سنة إلا أن يكون سمينا، وسن البقر واجب أن لا يكون لا أقل من سنتين. وفي ساعة اشتراء تلك الأضاحي يجب عليكم أن تستشرفوا العيون والآذان وكل جهة من سلامة أعضائها. هذا حديث هام جدا مروي عن عازب بن ابن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل مرة: ماذا يتقى يا رسول الله من الضحايا؟ فأشار بيده فقال: أربعا، العرجاء البين عرجها والعورة، البين عورها والمريدة، البين مرضها والعجفة. رواه مالك في مسنده وأحمد بن حنبل في مسنده. وهذا أيضا حديث مروي عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم أي القربان، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليكع من الله بمكان قبل أن يكع في الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الإمام الترمذي في جامعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم من تلك الصيام صيام سنة، وقيام كل يوم منها بقيام ليلة القدر. والذكر من المأثورات الإسلامية القرآنية المذكورة في حديث الرسول، خاصة تلاوة القرآن والأوراد مرضية عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وما له في الآخرة من خلق.
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا أن يعطيهم الله حظهم في الدنيا والآخرة بقدر قدهم وتزودهم من الباقيات الصالحات والله سريع الحساب وكان صلبه كانوا يكثرون من ذكر وتلاوة القرآن وذكر هذه الأدعية وأوفاها بالغرض للداعي فاتقوا الله يا عباد الله واذكروا الله ذكر الله في هذه الأيام المفضلة فذكر الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات نفعني الله وإياكم بهدى كتابه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم جميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله المتفضل على عباده بجزيل النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله من عرب ومن عجم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه الأربعة خاصة أبي بكر الصديق الخليفة الأول لرسول الله وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب هم الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عن جميعهم. وهذا أيضا حديث مروي هام جدا عن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. معاشر المسلمين اعلموا أن حسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تزودوا بهما واستقيموا على أمرهما فقد أفلح عبد فسار على نهجهما. فلا تغشاكم الغفلة في تنفيذ هذه العبادة ولا تغسل في شأن التضحية القادمة إن شاء الله. الله سيحفظ حجاز بلادنا الذين ذهبوا أو سيذهبون لأداء مناسك هذه السنة واستعدوا لذلك كل الاستعداد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع الأضحية فلم يدح فلا يقربن مصلانا. ثبت الله إياكم تقبل الله أضاحينا ويتقبلها ويسرها لنا. معاشر المسلمين اعلموا أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.